اهو اليوم وقت اللي نقولوا بلدية، انا ساعات نسمعهم في بعض التدخلات الإذاعية ولا التلفزية يحكيوا على ضعف الموارد المالية للبلديات. ماهوش صحيح، ماهوش صحيح. علاش؟ على خاطر البلدية وقت اللي تعرف كيفاش تتصرف في الميزانية متاعها تنجم يعني توصل باش تسوي الوضعيات الكل. سوء التصرف هو اللي باش يوصلنا لما يشاع وما يقال حول ضعف الميزانيات. احنا بلدية سكرة ميزانيتها تقريبا 40 مليار ولا اكثر. يعني وكيف نشوف انا الوضعية المتردية للشبكات للشبكات التنوير، كنشوف الوضعية المتردية للكياسات، كيف يعني ماهوش مشكل متاع مال. هوني نحكيو على مشكلة او فما بالك كما قالوا النواب، نحكيو على حي هلال موجود منطقة سيدي، وهذاك علاش نحكيو على بعض المناطق المهمشة اللي لو كانت تدخل لهم تقول هل انه احنا فعلا في تونس العاصمة والا لا فعلا. لا تنوير احفر في الكياسات، هذا موافق يصعب فيه جدا حتى على المواطن البسيط اللي يبدا يمشي على ساقيه انه يتعدى فيهم الكياسات هذو. موافقك هذاك علاش بكري ذكرت، كان تتذكر قلت راهو فما اشكاليات في المشاريع المشتركه. شو معناها المشاريع المشتركه؟ نعاود نقول وقت اللي نلقاو مثلا كياس فيه يعني التدخل متاع وزارة التجهيز وفيه التدخل متاع البلدية، وإلا هو موجود في منطقة بلدية لكن طريق مرقم، يعني طريق مرقم يتكون الإشراف عليه يعني كاملا من طرف وزارة التجهيز. هنا يعني احنا وصل في وقت من الأوقات طريق الوطنية رقم 10 متاع سكرة طافية لمدة 15 يوم ولا أكثر من 15 يوم، ثلاثة أسابيع. طريق وطنية يعني هذه الطريق الوطنية البلدية ما تجمش تدخل فيها، تدخل فيها وزارة التجهيز بصفتها هي اللي تتصرف في الطرقات المرقمة. دونك الإشكاليات اليوم وقت اللي يبدأ فما مشاريع مشتركة راهو لا بد من التنسيق والتنسيق.